ترجي نيوز اليوم. في الفولي مباراة الكاس ضد حمام الغزاز، وفي الفوت آخر استعدادات الفريق قبل لقاء القروان. عسلامة ومرحبا بكم في النشرة الإخبارية للترجي الرياضي التونسي، موعدكم اليومي ترجي نيوز. خبرنا اليوم باش نبداو مع الكرة الطائرة ومع لقاء دور ثمن نهائي من الكأس اللي تلعب قبيلة شوية في قاعة زواوي بين ترجي الرياضي التونسي وفتح حمام غزاز. كيفاش كانت عودة الفريق أبطال العرب بعد التريف؟ خليكم مع أبرز مسار في هذه المباراة وتصريحات اللاعبين بعد اللقاء. رغم اللي فتح حمام الغزاز دخل المباراة ثمن نهائي بقوة وجرى نسق الترجي حتى النقطة 20، إلا أنه خبرة زملاء بالشيخ صنعت الفارق في آخر الشوط الأول اللي وفاء 25-21. وفي الشوطين الثاني والثالث لقاو الأولاد رواحهم في طريق مفتوح. الشوط الثاني وفاء 25-11، والثالث ربحوا الترجي بنتيجة 25-12 ليفوز الترجي بالمباراة 3-0 ويترشح إلى ربع نهائي كأس تونس. إن شاء الله تكون بداية طيبة للترجي الرياضي في مباريات الكأس، وهذه نعتبرها تحضير البطولة الأفريقية إن شاء الله الجمعة الجاية. إن شاء الله تكون موافقة وإن شاء الله يكملوا ما خير، ديما ماتش دول في الكوب سيرتو ماتشوات الكوب، معناها ديما البريسيون علينا مع الكبات كما هكا، معناها البريسيون علينا أكثر، معناها ديما لازم نحافظوا على النيفو نتاعنا ومام ليسبري نعاوا بيها. معناها عملنا ديماراج خايب وبرشا غلط فردية، يعني تقريبا 8 غلط في الهجوم وثلاثة رسالات وثلاثة استقبال، معناها ما نجموش نعطيو هذه المنافس أكثر من هكا. لكن يمكن هذه أول مرة نوقفوا مع بعضنا فريق كامل بعد البطولة العربية اللي فاتوا، دونك افيك لي زابسونس دي بليسي، دونك حتى ليكيب منظرها تبدل واللاعبين تاع ليكيب ناسيونال ما بداو معنا كان لندي، دونك ترينا لندي ماردي واليوم ماتش، دونك نورمال انه يبدا فما شوية ولو ما نحبش نبرر بالحاجات هذه. ان شاء الله باقي نهارين نورمالمون لادفيرسير جاي حامنف صافا اتر ان بو بلو دور، مي ان شاء الله ربي يقدر الخير. خارجين من شوفنا العرب وعندنا برشا بلوس كو دو سمين ما لعبناش، سي توتا في نورمال باش تلقى شويه ريلاشمون واحد، مي عرفنا كيفاش نربحوا سيت الاول وبعد ما لقيناش مشكله في بقيه البارتي. اليوم الترجي بعد الفيكتوار اليوم ماتش نهار السبت، قولوا ثم معناها او ميم طون قاعد يحضر الكوب دافريك. بالطبيعه خاطر ما عندك دو ماتش توا قبل الكوب دافريك نحضروا بيهم ونسي دو جيري الافكتيف تاعنا، سيرتو عندنا كيلكو بليسيور لازمنا نسترجعوهم وان شاء الله نكونوا حاضرين 100% في الكوب دافريك الجاي ان شاء الله. نمشيو توا مع الفوت مع اخر استعدادات فريق كرة قدم، مباراة غدوة ضد شبيبة في القيروان لحساب جولة 21 من البطولة. اليوم ابنية رود كرول قاموا باخر حصة تمارين في تونس بالتحديد في الانكس تاع رادس قبل ما تنقلوا مباشرة للقيروان ومش عاديو الليلة في انتظار مباراة غدوة ماضي ساعتين ونص. وسام نجم نقول له طيب حكايه الضرب حكايه قديمه، معناها لاباس وسام حاضر معناها باش يعاون الترجي. والله صحيح هذول مش تو يعني معناتها يحب يعاون معناتها الترجي، هذول صاري بليسيور فهمت. ان شاء الله واحد يكون حاضر في الماتش هذوما الماتش الجاي. عندنا دو ماتش تريز امبورتون ان شاء الله نكونوا حاضرين.
عازمين باش نعملوا الدريجة تاع باهية وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. Ouais, déjà, vous savez, les matchs comme ça ne sont pas un peu, ne se sont pas faciles. Nous sommes vraiment concentrés à pouvoir vraiment donner le meilleur de nous-mêmes, surtout que nous avons un autre match, un autre derby qui nous attend dimanche. Donc, nous allons vraiment en conquérant, tout en respectant vraiment l'adversaire vraiment que nous allons rencontrer demain. Donc, je pense tout simplement que nous allons vraiment aborder ce match dans une très très bonne ambiance, dans une très bonne concentration, et je crois que le meilleur reste à Dieu de définir qui va gagner le match. دخلنا في الامور الجديه كما نقولوا، ما عادش عندنا حتى خيار اخر، كان الماتش اللي يجي معناها لازم نركزوا عليه ونخموا اللي هو اخر ماتش في البطوله، خاطر البريود هذه صعيبه برشا، وكان نربحوا الماتشات اللي باش يجيو توا نتصور نتهناو على ونحسموا امر البطوله. كل شيء بدينا نحن، ان شاء الله نكونوا واعيين بالشيء هذا ونكونوا كونسونتري كيما يلزم وقد المسؤوليه باش نفرح ان شاء الله جمهور الترجي ونفرحوا نحن ان شاء الله. زلت شويه وجاي ترينيت اليوم سافا، ان شاء الله بقدر ربي غدوه نكون حاضر ان شاء الله. ذكركم مرة أخرى توقيت مباراة غدوة ماضي ساعتين ونص، والطاقم التحكيم باش يشرف على هذه المقابلة باش يكون متكون من سعيد كرجي كحكم أول، وبمساعدة فوزي جريدي، حسين عبد العلي، وسفيان البدري. وبالنسبة للدربي نهار الأحد بيع التذاكر باش يبدا نهار الجمعة 9 متاع الصباح في البارك، والمرة هذه فيراج باش يكون بلفين، البلوز 4000، أنسانت انفيريور 10000، وتريبون سنترال 20 دينار. إن شاء الله مربوحة مباراة غدوة. احنا كنكون وصلنا نهاية خبرنا الليلة، نتمنى لكم سهرة طيبة، تصبحوا على خير، والتحية الترجي.